السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح إن شاء الله في الفيديو ده السكشن 8، وده اللي هنتكلم فيه عن النافيجيشن مش إزاي يعني نستخدم النافيجيشن مش والنافيجيشن ايجنتس، إزاي نبقى عندنا إيه يعني زي فورم أوف AI كده موجودة عندنا في اللعبة. طبعًا الحاجة دي المفروض إنها جاهزة في يونيتي، فإحنا أول حاجة عايزين نتعرف عليها النافيجيشن سيستم. والنافيجيشن سيستم ده هو بيخليك تعمل كاركترز، تعمل أوبجكتس، تعمل فلورز، تعمل سلالم، تعمل حاجه تخلي الايجنت بتاعك الاي اي الايجنت بتاعك اللي هو الانمي مثلا يافويد الاوبستكلز دي، يقدر هو ذات نفسه مثلا يمشي لحته معينه او بوينت معينه انت عايزها، يقدر مثلا يطلع سلم يتفادى حاجه، يعدي من حته هي تعتبر يعني مش ووكابل ما تقدرش تمشي عليها وكده. طيب الناف مش في اربعه كومبوننتس مهمين عايزين نعرفهم. اول حاجه الناف مش ذات نفسه هو اختصار لنافيجيشن مش، هو داتا ستراكشر بيوريك الوكابل سيرفيسز ازاي تقدر تمشي عليها في اللعبه. طيب حاجه ثانيه الناف مش ايجنت كومبوننت، وده بيساعد كومبوننت بيساعد الكاركتر اللي انت بتحطه عليه، انت بتحط الكومبوننت ده بتعمله اتاتش الكاركتر اللي عندك، بيساعده ان هو يعمل ايه افويد الاوبستكلز ويوصل للجول او يوصل للديستنيشن اللي انت عايزه بطريقه سمارت شويه، فده اللي احنا بنسميه برده اللي هو الاي اي. وكومبوننت كمان اللي هو الاوف مش لينك كومبوننت، لو بصينا على الصوره دي هتبقى اوضح. دول الاربعه كومبوننت. اول حاجه ده الناف مش ايجنت او ده النافيجيشن مش زي ما قلنا، دي الحته كده اللي يقدر يمشي فيها الايجنت بتاعك. طيب ده كده بالنسبه ده كده الناف مش ايجنت، ده الايجنت اللي هو بيتحرك عندنا وهو زي ما قلنا يقدر يتحرك في الاماكن المخصصه دي بالظبط. دي برضو اللي هي الاوف مش لينك اللي المفروض ان هي انوكابل سيرفيس، يعني انت بتقول من الاخر ان النافيجيشن اللي هو الناف مش ايجنت بتاعك ده يقدر يتحرك من النقطه دي للنقطه دي بالاوف مش لينك ده، يعني هو ممكن مثلا هنا يجامب الحته دي كده. واخر حاجه الناف مش اوبستكل، ودي الحاجه اللي هو لازم يتفاداها وما يجيش عندها، ده الاوبستكل بتاعته اللي هو ما ينفعش يعني يخبط فيها او كده. طيب ازاي بقى نعمل بيلد النافيجيشن مش وازاي نحط كاركتر ونأتاتش ليه نافيجيشن مش ايجنت ونحط اوبستكل والكلام ده؟ تعالوا بقى نشوف كده هنعمل الكلام ده ازاي في يونتي. طيب اول حاجه انا هخش طبعا بروجكت جديد، هكريت بلين. طيب من البلين ده انا محتاج اعمل ايه؟ هكريت اوبجكت كابسول، وهي دي هنفترض انها الايجنت بتاعنا، تمام كده؟ طيب دي الكابسول بتاعتنا. اول خطوه عايز اعملها عايز اعمل نافيجيشن مش، هعمل بيك للمش على البلين ده. يعني ايه بيك؟ يعني هيحدد من الاخر، هيجيب الداتا ستراكشر زي ما قلنا عليها ويحدد فيها الديستنيشنز والاماكن او اللوكيشنز معينه انا اقدر امشي فيها كايجنت. طيب فهنعمل ايه؟ انا عندي هنا نافيجيشن اسمها تاب، لو هي مش موجوده عند حد ممكن يروح عند ويندو وينزل تحت هيلاقي نافيجيشن، يدوس عليها هيظهر له النافيجيشن تاب. طيب النافيجيشن ده بدي انت عشان تعمل نافيجيشن هتعمل ايه؟ هتسلكت اوبجكت هنا زي ما انت شايف هيحصل له سلكشن، انت كده عامل سلكشن للبلين وانت عايز تعمل عليه ايه؟ نافيجيشن مش. فبتمارك النافيجيشن از ستاتيك، النافيجيشن مش بتاعتك ده ستاتيك، دي جراوند مش هيتغير يعني النافيجيشن مش عليها، وبترجع على البيك تاب وبتدوس بيك. حبه كده وهيظهر لكم زي ما انتم شايفين كده، ده الوكابل سيرفيس اللي يقدر يمشي عليه الايه؟ الناف مش ايجنت. طبعا الكلام ده تقدروا تعملوه على اي كومبلكس ستراكشر، مش يعني مش بلين فاضي بس، ان شاء الله بلين فيه مرتفعات منخفضات شجر مش عارف ايه، هو هيقدر يحدد الكلام ده كله، اي اوبستكل على الشجر والحاجات دي هيخليك تتفاداها وكده. طيب جميل، بصوا بقى احنا عايزين نعمل سكريبت بسيط خالص يخلي لي الكبسول ايجنت ده. او انا هعمل ايه؟ بصوا هحط كيوب صغير كده، ادي كيوب اهو، هجيبه هنا مثلا، وعايز النافيجيشن مش ايجنت، عايز الايجنت ده يجي لحد الكيوب ده بسكريبت. هعمل ايه الاول كده؟ انا ممكن اتاتش السكريبت للكبسول، فاروح على الانسبكتور واعمل سكريبت نيو سكريبت، واكتب هنا مثلا هنسميه الموشن، ده اللي هيحركه مثلا. ولو دخلنا على الموشن سكريبت عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نعمل امبورت الاول لليونيتي انجن دوت اي اي عشان اقدر استخدم النافيجيشن مش والحاجات دي. عايز اعمل public navigation nav mesh nav mesh agent اهو nav mesh agent هنسميه مثلا
سميه بلاير مثلا، مفيش مشكلة. طيب ومحتاجين نعمل تاني public transform الكيوب عشان نقدر نروح على الكيوب ده. انا ممكن اعمل دي برايفت عادي مش عايزينها public، لكن دي عايزها public هقول لكم ليه. انا طبعا في البدايه خالص محتاج اعمل ايه، محتاج اعمل initialization، اجيب النافيجيشن مش ايجنت ده عشان اقدر اتحكم فيه. طيب فعشان نجيب النافيجيشن مش ايجنت لازم هنا يبقى في كومبوننت اسمه ايه، نافيجيشن مش ايجنت. فاروح عند اد كومبوننت واكتب ناف، هيظهر لي ناف مش ايجنت. انا كده الكبسول بتاعتي بقت تعتبر ناف مش ايجنت. اول حاجه الايجنت تايب هيومانويد وده الديفولت بتاعنا. تاني حاجه عندنا مثلا السبيد اللي بيمشي بيها الايجنت، بيلف بسرعه قد ايه، بيعمل اكسلريشن ازاي، بيعمل مثلا اوتو بريكنج ولا لا، الاوبستكل افويدنس بتاعه قد ايه، يعني بيتفادى الاوبستكل، الريدس مثلا بتاعها كام، الهايت كام، هل الكواليتي بتاعت الاوبستكل دي عاليه ولا انت عايزها لو كواليتي مثلا اللي هو لا مش لازم قوي يتفادى وهكذا. ودي حاجه برده اللي هي زي مثلا الاوتو ترافيرس اوف مش لينك، لو هي في مش لينك ولا حاجه ان هو يعمل ترافيرس الحاجه دي كده. طيب ده كده شويه الاوبشنز الموجودين في الناف في الناف مش ايجنت. واحنا ضفنا ناف مش ايجنت فين؟ في الكبسول. عايزين بقى نجيب الناف مش ايجنت ده هنا ككومبوننت، فهنعمل ايه؟ هنعمل البلاير بيساوي فانكشن اللي هي الجيت كومبوننت، وجوه هنعمل ايه؟ عايزين نعمل جوه ناف مش ايجنت كده. عملنا انيشاليزيشن، جبنا ايه؟ جبنا النافيجيشن اللي هو الناف مش ايجنت اللي موجود فين؟ في البلاير بتاعنا. ونفس الكلام بس الترانسفورم بقى خلاص خلي ترانسفورم كده. طيب انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اجيب الديستنيشن بتاع عايز اجيب يعني اللي هو الديستنيشن مكان الكيوب واخلي الايجنت ده يتحرك عليه. طيب فاحنا دلوقتي مثلا ممكن نخش على فانكشن ابديت، هي اللي كل مره هتشيك فيها، كل فريم هتشيك فيها. عايز اجيب الديستنيشن بتاع الكيوب اتحرك ناحيته، عايز اجيب الديستنيشن بتاع الكيوب اتحرك ناحيته. طيب بس ده طبعا لو ايه، لو فانكشن، لو انا عايز، لو يعني الاوبجكت بتاعي متحرك، بس عشان ما ناخدش طبعا، عشان ما نستهلكش ميموري او نستهلك يعني او نزود يعني حمل على البرفورمانس او كده، بدل ما انا اعمله في ابديت انا اصلا الكيوب عندي مش هيتحرك، فانا ممكن بفانكشن الستارت اسيت الديستنيشن عنده على طول. اسيت يعني الديستنيشن عنده على طول بدل ما كل شويه هروح يعني انفذه فانكشن ابديت، لا انا ممكن انفذه مره واحده لان كده كده الكيوب اصلا مش هيتحرك. طيب هروح انا بقى دلوقتي هقول ايه، لو الكيوب مش بنال، لان انا ممكن ما اعملش اتاتش. انا عايز افهمكم لازم الكيوب ده ايه، ده بابليك ترانسفورم كيوب، طالما بابليك يبقى انا اقدر اشوفه من الانسبكتور. لو رحنا كده على الانسبكتور وجبنا السكريبت بتاعنا الموشن سكريبت، هنلاقي جوه حاجه اسمها كيوب وهو مستني ترانسفورم اوبجكت، يعني مستني مثلا يعني المفروض ان هو مستني الكيوب بتاعنا. فاحنا لو عملنا دراج للكيوب كده، كده احنا عملنا اتاتش الاوبجكت كيوب، وكده احنا معانا الفاريبل ده كيوب على طول. انا بقول بقى لو الكيوب لا تساوي نل، على اساس لو حد نسي يعمل دراج للحته دي ما يعملش ايرور. طيب لو الكيوب لا تساوي نل وانا خلاص عملت اتاتش، فهنا الكيوب لا يساوي نل. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل البلاير بتاعنا طالما هو ناف مش ايجنت جوه فانكشن اسمها سيت ديستنيشن. فانكشن سيت ديستنيشن دي هديلها ايه؟ هديلها الديستنيشن اللي هيروح عشانها اللي هي البلاير دوت ايه؟ دوت ترانسفورم. تعالوا بقى نجرب كده نشوف، المفروض اول مره يروح عنده. سوري ده بتاخد بوزيشن player dot transform dot، لازم تاخد البوزيشن المفروض. ما اتحركش، مش عارف ايه المشكلة. لحظة اصلح المشكلة واجي تاني، معلش انا اسف انا صلحت المشكلة، هي بس كانت غلطتي. هو المفروض هنا public اصلا transform cube، يعني cube already اصلا transform object، فالمفروض ما اعملش cube dot transform، لا انا المفروض اعمل cube dot position على طول. فتعالوا كده نجرب، لو عملنا run هنلاقي الايجنت بتاعنا بيتحرك على طول على ايه، على البوزيشن بتاع الكيوب. طيب انت كده طبعا ما عملتش اي حاجة غير ان انت عملت ايه، عملت بلين حددت فيه، عملت فيه شو للنافيجيشن مش بتاعتك، وحطيت ايجنت واديت له نافيجيشن مش ايجنت، صح كده؟
وعملت فانكشن بسيطه خالص اللي هي سيت ديستنيشن واديت له الديستنيشن بتاع كيو. طيب عايزين بقى نشوف ايه هي الاوبستكل يعني هتعمل ايه بالظبط. تعالوا كده مثلا نحط كبسول ثانيه ونمارك الكبسول دي على اساس انها ايه اوبستكل ما بين الكيوب وما بين البلاير بتاعنا. همارك ازاي؟ هكتب لها هنا هحط اللي هي الايه النف مش اوبستكل. تعالوا كده الرن المفروض وهو بيمشي ما يعديش من الكبسول ديه ويتفاداها. زي ما انتم شايفين شفت هو بيعمل ايه، هو عدى من جنبها وراح للايه للديستنيشن بتاعته. طب لو احنا كنا شلنا النف مش اوبستكل كان هيعمل ايه؟ تعالوا كده نجرب. زي ما انتم شايفين عدى ولا كانها موجوده. يبقى احنا كده عرفنا لازمه الايه، لازمه النف مش اوبستكل. طيب نكمل بقى، عايزين دلوقتي اخر جزء في الفيديو عشان ما نطولش اكتر من كده. احنا فهمنا الحمد لله النف مش ايجنت وازاي نعمل اوبستكل وازاي نعمل بيكل النافيجيشن مش. دلوقتي بقى محتاجين نعمل حاجه بسيطه خالص عشان نتعرف على الري كاست. والري كاست دي ببساطه المفروض ان انا بستخدمها عشان ارسم ري او اعمل ري من بوينت لبوينت تاني. ري تستخدم طبعا في الشوتينج لو انا هعمل مثلا ويبون ولا حاجه، تستخدم في حاجه كتير. احنا هنستخدمها هنا عشان خاطر لما ادوس كليك بالماوس، لما ادوس كليك بالماوس على جزء معين النافيجيشن ايجنت بتاعي هيتحرك على البوينت اللي انا دوست عليها كليك دي. الموضوع كله بسيط خالص وهيتعمل في نفس الموشن سكريبت وهو فانكشن ابديت. انا بقول ايه؟ لو الانبوت دوت كي داون، احنا اتكلمنا عن الانبوت ده في فيديو رقم 4 سكشن 4. المفروض لو انا عملت الانبوت دوت جيت كي داون دي فانكشن هتجيب لي الكي. لو انا الكي كود بتاع الماوس زيرو، يعني انا لو عملت كليك على ماوس زيرو، وماوس زيرو هنا القصد بيها اللي هو الليفت ماوس بوتون، بعمل جوه ايه؟ بعمل جوه انيشاليزيشن، بعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ريكاست هيت. ده الكلاس اللي احنا هنستخدمه اللي هو الريكاست، وبيعرف اوبجكت جواه اسمه هيت. طيب بعد كده بعمل ري وبجيب كاميرا دوت مين دوت سكرين بوينت تو ري. دي الفانكشن المهمه في الموضوع. الكاميرا ده الاوبجكت بتاع الكاميرا بتاعي دوت مين كلاس جوه مين، جواها فانكشن اسمها سكرين بوينت تو ري بتجيب لي ايه؟ الانبوت دوت ماوس بوزيشن. يعني لما ادي لها الانبوت دوت ماوس بوزيشن، ده الانبوت بتاعي اهو. لما ادي لها الانبوت دوت ماوس بوزيشن، البوزيشن بتاع الماوس بتاعي، يعني تعالوا كده نتخيل السيناريو. هو مش هيخش على الحته دي الا لما اعمل ايه؟ الا لما كليك بالماوس بوتون. انا هنا رحت دايس كليك، دوست في الحته دي كده كليك، ايه اللي حصل؟ جه هنا لقى ان انا دوست كليك، فراح داخل هنا وراح عمل ري كاست هيت، وراح عمل ري وخلى الكاميرا دوت مين دوت سكرين بوينت تو ري، اداها ايه؟ الانبوت دوت ماوس بوزيشن. يعني هيجيب لي البوزيشن بتاع الماوس اللي انا دوست عليه هنا، فهيجيب لي الايه؟ البوزيشن بتاع النقطه دي. فهنا هتعمل ري وهترجع لي الري ده. هتعمل ري منين يا جماعه؟ من الكاميرا عندي، كاني رسمت عملت ري كده بالظبط كده، كاني عملت ري كده من الحته دي لحد البوينت اللي انا دوست عليه، طبعا يعني مستقيم، ري كده، خط مستقيم من هنا لهنا. هي هتريترن الري ده عشان اعمل ايه؟ عشان اجيب الهيت بتاعته، الهيت بوينت اللي هي البوينت اللي خبط فيها، واقوم رجع الديستنيشن بتاعها للايجنت عشان يعمل ايه؟ يتحرك ناحيه البوينت ده. طيب انا خلاص رجعت فعلا الري، فبقول ايه؟ if الفيزكس دوت ري كاست الري واوت هيت. لو ده ري كاست والري موجود فعلا في البلين، هعمل ايه؟ هخش هعمل البلاير دوت ديستنيشن وهجيب الهيت بتاعتي، وهعمل الهيت دوت بوينت، هجيب البوينت اللي خبط فيها الهيت. بس كده، كده انا المفروض لما ادوس كليك في اي حته هيعمل الري ده، وهيريترن الري، هيعمل الري من الكاميرا للجراوند او للبوينت اللي انا دوست عليها في البلين، وبعد كده هياخد الري ده ويريترن، هاخد انا الري واجيب الهيت بوينت بتاعته، وبعد كده اسيت الديستنيشن بتاعت البلاير ده للبوينت ده فيمشي عليها. تعالوا كده بقى نرن ونجرب. دي هتبقى اخر حاجه ان شاء الله في السكشن ده. بص انا لو دوست كده مشي هنا، لو دوست كده مشي هنا، انا دلوقتي اقدر امشيه بمزاجي. لو انا دوست عند الكيوب هيتفادى الاوبستكل زي ما انتم شايفين كده ويروح هناك. طيب كده احنا يعتبر عملنا AI صغير كده على قدنا. يا رب تكونوا استفدتوا من السكشن، واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.